باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الجزء اللي اتقرأ علينا النهاردة من يوحنا 17، ويوحنا 17 معروف كده، يقولوا عليه قدس أقداس إنجيل يوحنا والعهد الجديد، ويقولوا عليه الصلاة الختامية ما بين الابن والآب. يعني يوحنا 17 دي صلاة بين الابن وبين الآب. فبيقول للآب إيه؟ بيقول كده: لست أسأل أن تنزعهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. احنا نتكلم النهاردة على حقيقتين. الحقيقة الأولى هي الآية دي، إن ربنا بيقول، الابن بيقول للآب: لست أسألك أن تنزعهم من العالم بل تحفظهم من الشرير. يعني إيه الكلام ده؟ أنا مش بقول علشان تحافظ عليهم تاخدهم عندك، لا، هو الناموس بتاع الحياة إن يعيشوا في العالم، لكن يا رب أو يا أيها الآب، الطلبة اللي بطلبها بشفاعة منك أن تحفظهم من الشرير. ودي الحقيقة الأولى. إيه الحقيقة؟ إن إحنا عايشين في عالم فيه شر، وبالتالي لازم نكون واقعيين، لأن في ناس بسيطة وساذجة تتوقع الخير من الجميع. الحقيقة لا، في شيطان وفي نفسيات وفي اضطهاد وفي كراهية وفي متاعب وفي طمع. ما في شيطان، وطول ما في شيطان هيقوم ناس كتيرة قوي. فلازم نكون عارفين إن إحنا عايشين في عالم فيه شر كتير. بلاش رومانسية، العالم فيه شر. في مثل تاني قالوا المسيح، قال في إنسان طيب زرع حنطة، وفيما الناس نيام، يعني بعد ما حط القمح، في واحد شرير اسمه شيطان جه وحط زوان، والزوان والحنطة هيبقوا عايشين مع بعض، الطيب والشرير هيعيش مع بعض. فما حدش يقول أصل ليه في شر في العالم. طب ما المسيح قال لك إن هيبقى في شر في العالم، فنشتكي من الشر؟ لا، مش نشتكي من الشر، هنعرف إزاي نعيش محفوظين في ربنا من الشر. فده معناه إزاي إحنا نعيش محفوظين من الشر. فده نظرة واقعية. علشان كده شغلتي أنا كإنسان مسيحي أمشي بوصية المسيح. وصية المسيح قالت لي إيه؟ سأرسلكم كحملان بين ذئاب. يعني في ذئاب في العالم، ما ده اللي أنا قلته، إن العالم فيه شر، لكن ده مش مبرر إنك تبقى ذئب في وسط ذئاب وتقول أصل الدنيا كده ولازم نتعامل بأسلوبهم. الحقيقة لا، أنت هتتعامل بأسلوبك وناموسك السماوي إذا كنت عاوز تخش السماء. مش معنى اللي حواليا بيكذبوا أنا أكذب، مش معنى اللي حواليا بيشتموا أنا أشتم، مش معنى اللي حواليا بيقتلوا أنا أقتل. ما هو لازم نفتكر إحنا مين ووصيتنا إيه. إن أحببتم الذين يحبونكم أي فضل لكم. يبقى القضية الأولى هي قضية إن إحنا مغروسين في عالم فيه شر، لكن إحنا نسلك كأولاد الله وما نخليش الشر يسود على قلوبنا. دي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية قالها المسيح كده، بيقول إيه؟ وكما أرسلتني أرسلهم هم أيضا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقول أنت أرسلتني نور للعالم ويشوفوك فيا، يشوفوا اللاهوت الكامل فيا. أنا بقى هرسلهم عشان يكلموا العالم عني وعنك. وده الجزء الثاني أو الحقيقة الثانية، إن كل واحد فينا آمن بالمسيح واعتمد للمسيح ولبس للمسيح صار رسولا للمسيح. عايز أقول لحضراتكم حاجة، هي المسيحية انتشرت في العالم إزاي؟ عاوزين تقول لي بتنشر تلميذ؟ مش ممكن. كل واحد آمن بالمسيح صار عهدا بينه وبين الله أنه لا يجلس إلا ويتكلم عن المسيح، وما يروحش أي مكان إلا ما يكرز بالمسيح. في ناس منورة بتنقل المسيح، وفي ناس بهتة اسمها مسيحيين وما بتنقلش المسيح. أنقل المسيح بسلوكي، أنقل المسيح بمحبتي، أنقل المسيح باتضاعي. عارفين مشكلة المسيحيين
إيه؟ عن 50 سنة فرق. كان المسيح يمشي في الشارع تعرف إنه مسيحي. النهاردة لما بتشوف المسيحي ما تعرفش ده مسيحي ولا مش مسيحي. في حاجة اتغيرت، بهتنا، بعدنا، انشغلنا، بقت في حاجات شغلانة أكتر من الله. لو الإنسان مشغول بربنا، ربنا هيبان في كل بصمة وفي كل كلمة وفي كل نفس بيتنفسه. أنا وإنتم أمام الله مسؤولين أن ننقل المسيح بأخلاقنا وإسلوبنا ومعاملتنا مع الناس. الاتضاع بقى قليل قوي، والذات كترت قوي، الهدوء والوداعة قلت قوي، والعصبية والغضب زادت قوي. البيت اللي بقى واحد كان زمان ما بقاش واحد، بقى عبارة عن مجموعة قوت، كل واحد ملوش دعوة بالتاني في البيت الواحد. بقينا عاملين زي ما نكون عايشين في بنسيون. فين ربنا؟ الأسر بقت مفككة، ما بقيناش زي الأول. المسيح بقى مطفي في حياتي، فمش عارف أنقله للناس. الأم اللي بتكذب في التليفون دي وتبقى بنتها عارفة أنها بتكذب، وبالليل تقول لها أنت صليتي يا حبيبتي؟ أي رياء إحنا فيه. الأب اللي بيتعصب وبيغضب أو مش مسؤول في تصرفاته هيقول له ابنه أنت ليه ما لبستش الشماس؟ القدوة لو اختفت، المسيح بهت في كنيسته. فإحنا عندنا حاجتين دلوقتي. أول حاجة إن في شر، بس إحنا هنسلك كحملان بين ذئاب. الحاجة التانية إن إحنا مسؤولين أمام ضمائرنا وأمام المسيح اللي بنتناوله، إن إحنا نشهد له بسلوكنا وإسلوبنا. الوديع الهادي، المتضع الجميل، المسحة اللي كانت بتميز ولاده، لما نشوفهم من غير ما نسأل أنت اسمك إيه نبقى عارفين إن ده من ولاده، لأن نعمة ربنا باينة عليه. تالي الرسالة وضحت. ربنا يديني ويديكوا إن إحنا نعيش كأولاد لي فعلا. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد.